هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد وفطور جديد، نهاية فطور. ايه طبعا بنات، هنا الماما بتحضر المزلطة. خلي اشوفكم شو تسوي. اي ماما، قلبي حبيبتي. بنات هنا طبعا ماما راح تسوي مرقة باذنجان. طبعا بنات هذا مو تبسي، يصير باذنجان، يعني ما يصير بدهن هواية، لازم يكون تبسي دهن كيف هواية. اظن هو لازم يدهن مرق، يعني اذا حال ماما قبل يدهن مرق. لا مثل سجارة. شوفوا بنات، لازم بالبداية كل شيء مشمش لحد ما ننتظر الباذنجان يذبل، وراح نضيف. ها طبعا بنات هنا ماما سجلت باقي اللي همينه. شوفوا بس راح احط المعجون. لا ماما، ها لازم تصبين لي في يلا يلا اوكي. يعني شلون التبسي بالضبط؟ يلا اوكي. واضيف ماما ملح لو لا؟ ايه. وبعدين الملح. هاي على مود شنو بنات؟ مين مرض؟ صحيح شايف ماما. شنو بنات انتم مسوين فطور؟ طبعا احنا ملينا من الدجاج، من اللحم، من المعجنات، يعني كل شيء سوينا حرفيا، يعني كل شيء سوينا الحمد لله وشكرا، يعني كل شيء جربنا، ماكو اكله ما سويناها. فهاي اخر شيء. باكر ماما لعد شو مخططه تسوي؟ انا ما ادري باكر. خليها انا ما اشوف. اي خليها هيك. لان احنا اليوم باعتبار حناكل تمن ومرقه، خليها باكر خفيف. يلا يا اي دقيقه. ولانه بعد اكو عادي عادي عادي. ها عادي. بس بنات بعرف بدون تقليق وبضع ضف الملح من وياك على الواهز. ها يلا ماما شوي ما يخالف ما يخالف تشوي وحدة مستحيل. ما شاء الله هذا الليمون شلون ما يبي يخبر. طبعا صح تقولون ليش هاي البصل شرايح؟ لان هي هاي مال الزلاطه، مال التبسي، حتى الخيار اسويه هيك شرايح، يعني مو من هاي. لا لا هاي مال الزلاطه، بس في شوي هم حخلي لها خليطه طعم كلش طيب، خاصه ويا مرقه التبسي. مو تبسي عم تبسي باذنجان، عفوا مرقه باذنجان. الزلاطة كلها وادعوا لي. هسه من افرغها ما قلبها قلبها عدل.
وهنا أنا بنات بعدين ورا ما خلصنا فطور أكيد لازم شنو نشرب الشاي. طبعا إحنا عائلة يعني بحيث إحنا بدنا نسوي الفطور لازم قور الشاي يكون على النار، هاي يعني ما تقبل غلط. يعني ورا الفطور مباشرة نلم مواعين السفرة لازم نجيب صينية الشاي. فشوفونا شلون شاي هنا، طبعا داشرب بس أنا وماما وبابا، وجبنا هاي بنات كلش طيبة. شلون تصير التركاية بس شوية بيها حلا كلش طيبة. فهنا همينة اجينا دينا كله ويا الشاي. هاي نوعيتين يعني هذيك ما اعرف شنو اسمها نسيت اسمها، بس هاي تصير مثل التركاية ويصير بيها حلا. وبعدين بنات هنا ويا السحور دا سوا اني اليوم السحور. فشنو بنات بالبداية قليت بوتيتا، حضرت البوتيتا وماما كانت مسوية كبة ومسوية بورق، يعني لافتة جاهز بس انه اني اقلي. فبالبداية قلت خلي اقلي البوتيتا اخلص من عندها، ومن بعدها راح اقلي البورق. وهنا هم الباذنجان، طبعا بنات الباذنجان قلت انا مود ماما كلش كلش ماما تحب الباذنجان وتحبه بهاي الطريقة. انا اذا بدي اسوي الباذنجان بصراحة اسويه شي شياف صغار، ماما لا تحبه بهاي الطريقة. طبعا اثناء ما انا كنت اسوي سحور اختي هنا كانت نظف الثلاجة، فطلعت غراض الثلاجة من الداخل نظفتها وبعدين فوق الثلاجة همنا كلها نظفتها وطلعت الادوية وعزلت الشغلات اللي نريدها والشغلات اللي ما نريدها تنذبها، الاكسباير ما اعرف شنو هاي لازم احنا بين فترة فترة واحد يصفي الدواء مالته ويعني يرتب هاي الامور. فهنا بنات بعدين لازم اذوق بوتيتاية وبلشت اقلي البورق. بس شوفوا لي اللون مال البورق شلون صار يجنن. طبعا بنات اني من اروح بيت اهلي ومن اريد ارجع لازم هيك افتح المجمده اشوف شنو ماما مجمده شنو عندها ما عندها قبل اخمطه واخذ البيت. لازم يعني ما تقبل غلط اشوف اذا اكو مجمده بورق لحمه بعجينه هاي السوالف كلها اني من ارجع اخذها كل تفيدني بالعشاء. هاي مرات بصراحه بنات اني اعرف اسويهم بس اتعاجز اسويهم، فهاي شويه تفيدني السوالف. هنا انا هم من الجد اقل الوجبه الثانيه، هذا الحلو بالبورك بسرعه يستوي يعني مو يطول هيك بس يقرمش قبل تطلعوا. وهنا انا اخر شيء اقل الباذنجان، بس هنا بنات بتشوفوا الشمره مالتي كلش اخاف اقلي كلش كلش يعني بحيث لحد الان يعني جد اطبخ واسوي بس من اريد اقلي بحيث هيك اشمر الشغله واروح لغاد لان كلش اخاف يعني الدهن كلش اخاف من عنده. يعني اكو يتعودون اذا هيك يلسعون بالدهن انا ما اقدر بعد انهزم. وهنا انا بنات همينه خدرت شاي بس ما خدرت هواي يعني بس على قد بابا وماما خدرت لهم. و هذا الباذنجان اللي هنا استوى اللي هم يحبوه هيجي، انا بصراحه احبه بعد اكثر يعني احبه يعني شلون اقول لكم مو يحترق شبه يحترق، انا هيك احب اكل الباذنجان بس هم لا يعني طبعا يحبون هيك ياكلوا لان هو هذا الصح. فشنو هسه اني راح اطلعه ونستحر. طبعا بنات هنا ثاني يوم، طبعا قبل اروح لبيتي ماما قررت اسوي لحمه بعجين. قالت خلي اسوي لحمه بعجين همينه يبقى وهمينه اخذ وياي البيت. طبعا بنات هنا ماما بدها تحضر لنا لحمه بعجينه، تعرفوا احنا شو وقت ما يبقى عندنا وقت فراغ نسوي لحم بعجينة لان كل شي نحبها يعني تكون بالثلاجة. شوفوا بنات طبعا هسه بلشت تخلص ما سوينا كمية هواية يعني قلت تقريبا 25 وحدة يعني بس 25 وحدة. وهاي هنا الحشوة همينة شوفوا بنات شوفوا بنات اليوم انا دا اشوي كل مرة اختي تشوي هالمرة انا دا اشوي. طبعا هاي وحدة من عزن حطت عليها جبن كرافت كلش احبه فهو اصلا باقي كلش قليل فهي وحدة صارت حطيتها هنا. هاي انتظرها تبرد وعبر هذا على مود هنا اقلي. بنات هسه الحمد لله والشكر خلصنا. شوفوا بنات هاي الكمية اللي صارت هاي عادة تظل بالثلاجة يعني يعني انا وخواتي وكلش كلش نحبها اللحمه بعجينه فماما خطيه دائما يعني دائما تسويها.
يعني تسوي كمية تضمها بالثلاجة، هاي تحسب حسابنا إلنا. هسه شنو حنطيها بهاي، انتظرها شوية تبرد ومن بعدها راح أفرغها بال يعني بالمواعين وأضمها بالثلاجة. وهنا بنات ورا ما خلصنا طبعا أخذت حصتي أكيد، وبعدين إجا زوجي ورجعت للبيت. وبنات هاي طبعا فيديو صورته 3 أيام، تخيلوا هنا أنا بعدين رجعت للبيت وهمينا صورت لكم شوية تنظيفات قبل العيد. طبعا بنات هاي المكياج كبراته زوجي بس سوى هالبي الدودة. طبعا بنات شلنا الزوالي، يعني تعرفون دائما البيوت الطوابق ثانية والشقق الطوابق ثانية تصير كلش حارة، يعني مو مثل الأرضية نقدر نبقى بيها حتى إذا هنا مكيتات، بس شنو تحسون الجو يصير كلش حار. فكل شيء أني شلته حتى هنا بنات باعوا الطوبات شلتهم على مود أظنهم، يعني بعد خلاص هاي إجانا الحار. طبعا بس احنا استخدمنا هاي الكياس اللي تكرمون الزبالة العادية، تقدرون تجيبون هاي الكياس النايلون، بس احنا مستعجلين نريد نضمهن فما لحقت اروح اجيب. شفتوا بنات صنفطهم كمان هيجي مربعات مكعبات، بعدين كانت بالهاي. إذن هسه بحيث لما نظموهم جوا الشرابي داخل الكنتور ما راح ياخذون من عندكم مساحة، حتى إذا كان ملابس شيء. والله حبيت الفكرة. طبعا أنا شايفين طرحات زوجي، كل ما نشيل الغرفة كل ما نريد نعزلها وهو يقول لي ننوز خلينا نجرب نغير الغرفة، خلينا نجرب الشرباية اللي غاد، خلينا نجرب الكنتور. هاي يومين قانة وارجع اقول له شنو هي الاسباب اللي ما تخليني اني اجر الشرباية، وكل سنة ينسى ويرجع عندي نفس القوانين. شو السبب؟ بس قولي غيرتها بعدين. احب التغيير. اي ما احب التغيير. انا طبعا انا احب التغيير واني ضد التغيير. انا مشكلة اذا اتعود على شغلة خلاص بعد اضوج، يعني مرات اذا احط الشغلة هنا ها هي بعد، اذا اغير مكانها ما يعجبني. لا انا البنات اللي بدي هذا التيشيرت طبعا شلت هذا الدوشق ومسحت القاع الجواب ورتبت الذني سويناهم هاي اول وحده. اي أيوة والله طبعا لو ما انت والله اني ما اقدر، بس هاي المهمات دائما احنا نحطها على ازواجنا، اذا زوالي اذا ملابس، يعني هو ينزل لي الجناب يصعد لي الجناب، هاي كلها انا صراحة شامرتها علي انا ما اقدر. هن عاليات يعني حاطين فوق الكنتور الجناط مال ملابس وهاي، فما اقدر اني انزلها. يوسف هجمني ميست وايد. يلا وقولوا لي الطبي بغرفة يوسف. يلا يمهن انزل لمهن. يلا.
طبعاً بنات وأنا ما خلصت هسه راح أمسح الكنتور مالتي. حدا تبقانا بس بعد الملابس. شوف شو وقت اطلعها. احنا طبعا بالعراق ما عندنا شتا هواي، يمكن والله لبسنا شتوي شهر واحد، الباقي كلته لبسنا بهاري وصيفي، ابد ولا لبسنا شتوي. يعني اتذكر قبل كم سنه بالشتا لا يعني لبسنا قبوطات وبارده وجواريبات وهاي الامور، هاي السنه ابد يعني اصلا ما حسيت ببرد، يمكن جانا البرد اسبوع واحد وبس. طبعا بنات هسه تحولت في المطبخ، انا المطبخ يعني ما عندي تنظيفات بيه هوايه، شيء شغلات بسيطه، فقلت هسه هم اخلصها على مود وش ما عندي. اهم شيء انا خلصته من اشوف انت تطبخ بي لمعه، احس انه خلص هاي المطبخ صار نظيف. هاي هنا انا همينه راح اخلص. اصدق بنات اني شلت الفراش كليته خلاص، اني كنت مفكره ورا العيد بصراحه اشيله، بس شو قلت يلا خلي اشيله اخلص من عنده احسن ما يظل يعني من نال بعد بالعيد. فمثل ما تشوفون بنات هنا الهول يعني رتبته عزلته مسحت الحايط، هن هذين الشغلات اللي احنا نشتغلها بالعيد. بس انا اقول لكم بعد القعده شوفوها وسخه اصلا، بعد راد القاح شي بحيث انقحها وامسحها مسحه زين. غرفتي همينه كملتها ومسحت الجام، همينه بنات لمحت الجام، وهم بقالي بس الأرضية يعني كليتها لازم تنظف. وهنا أنا بنات خلصت البيت كليته، طبعا فرشت هاي عندي قطعة صغيرة فرشتهم حتى نقعد عليهم وهيجي، وهسه هيجي البيت صار كلته نظيف وهيجي صارت اكو برودة في البيت. ولين انا بنات احب انهياكم الفيديو، لا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعلون الجرس، احبكم كلش هواية. يلا بنات روحوا انطوني لايك وتعليق حلو، باي باي.